الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور وسلام. مشاهدينا متابعينا الأعزاء بكل مكان، نجدد بكم اللقاء حيث الإثارة وحيث الانطلاق المميز عبر قناة عمان الرياضية ومخرجنا طارق باعمر، انطلاقة شوطنا العاشر بتعداد أشواطنا في صباح هذا اليوم. مباشرة نبحر على الصدارة لنتعرف على الأسماء ليشاهد هناك رموز. على المركز الأول عامر بن سعيد بن عامر الحجري، من يقدم لنا شعاره على الصدارة. المركز الثاني حيث التسلل والوصول من زاهية، أحمد بن سالم بن حميد المالكي، من يقدم لنا شعاره ليأتي على المركز الثاني. المركز الثالث حيث التسلل من نسيم، زايد بن سليمان بن محمد الجنوبي مقدما لنسيم. رابع التحديات ورابع الإثارة لتاتي ظنون، العبد بن علي بن محمد الزرعي مقدما لظنون. وخامسا حيث الوصول، حيث التسلل لتاتي سلطانه، داود بن سليمان بن سيف التبعي، من يقدم لنا شعاره على المركز الخامس. والمركز السادس وصلت وصايف أحمد بن محمد بن حمد الينيبي على سادس المراكز. المركز السابع حيث التسلل، حيث الوصول، حيث الإثارة، وصلت لبه لياتين أهل الجنوب، صالح بن عبد الله الحرسوسي مقدما للبه، يقدم لنا شعاره على المركز السابع. والمركز الثامن حيث الوصول والتسلل، وصلت متعبة عوض بن علي بن عبد الله البلوشي مقدما لمتعبة. ها هو مشاهدينا الأعزاء، هكذا متابعينا الكرام، الثمانية المراكز المنطلقة، هكذا الإبداع وهكذا الإمتاع، هكذا اللقايا. والخمسة كيلو مترات العودة، والعود أحمد لمقدمة الشوط، حيث ظنون، حيث الزرعي بانطلاق العبد بن علي بن محمد الزرعي، من يقدم لنا شعاره، من ياتي بالاثاره، من يقرد على الصداره، يقدم لنا ظنون على المركز المرموق. المركز الثاني الوصول من متعبه، ابراهيم بن عبد الله بن سعيد الدرعي، من يقدم لنا متعبه على المركز الثاني. وصيفا للمركز الاول. المركز الثالث التسلل من لبه، صالح بن عبد الله بن محمد الحرسوسي، اهلا باهل الجنوب، اهلا بالحضور، اهلا بالجمهور، اهلا بالشعارات اللي تزين ارضية ميدان البشاير. شاهد المركز الرابع، وصلت رموز عامر بن سعيد بن عامر الحجري، من يقدم لنا شعاره على المركز الرابع. المركز الخامس التسلل والوصول، وصلت نسيم، زايد بن سليمان بن محمد الجنوبي، من يقدم شعاره. خامس المراكز وصلت متعبة، عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، أهالي منجم السبق يحطون الآمال يا عوض. المركز السادس حيث التسلل من وصايف، أحمد بن محمد الينيبي. وسابعا حيث الوصول، حيث الانطلاق المميز، زاهية وحميد بن سالم بن حميد المالكي. المركز السابع أشاهد الانطلاق من عوايد، خالد بن سعيد بن محمد الربيعي. والمركز الثامن وصلت في سلطانة، داود بن سليمان بن سيف التبعي. تاسعا جوف، مطر بن علي بن سالم الوهيبي. والمركز العاشر حيث
تسلل الظبي ومحمد بن سعيد بن علي المسعودي. هكذا مشاهدينا الأعزاء، هكذا متابعينا الكرام بكل مكان عبر قناة عمان الرياضية، أذعنا لمسامعكم العشرة المراكز المنطلقة، العشرة المراكز المتنافسة، العودة لمقدمة الشوط، العودة حيث العرض الممتاز. متعبة متعبة اللي اتعبت الجميع على الصدارة والمركز الأول، يقدمها إبراهيم بن عبد الله بن سعيد الدرعي مقدما لشعاره، شعاره أزرق موجة هايج، موجة هايج في صباح هذا اليوم، يقدم لنا شعار فنان، يقدم أداء رنان. المركز الثاني حيث وصول ظنون العبد بن علي بن محمد الزرعي قادما ليقدم ظنون على المركز الثاني، لينطلق بانطلاق مميز، لينطلق بانطلاق خطير وأداء رائع. المركز الثالث الوصول، وصلت وصايف أحمد بن محمد بن حمد الينيبي مقدما لوصايف. والمركز الرابع حيث رموز عامر بن سعيد بن عامر الحجري، وخامسا متعب عوض بن علي بن عبد الله البلوشي. هكذا مشاهدينا الأعزاء، ركز 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 ركز، افتتحنا لائحة الكيلومتر الخطير، الكيلو الأصعب في عالم سباقات الهجن، أمتار الفنون، الكيلو الأخير. الله يا متعب، يا إبراهيم يا الدرعي، يا من تقود هذا الشعار. ركز ركز ركز، وصلت الشعارات، وصلت المقاتلات، وصلت المحاربات باختلاف الشعارات. الله اللي واصله، وصلت وصايف أحمد بن محمد بن حمد الينيبي. من يقدم لنا وصايف؟ من تغرد وتنتزع زمام الأمور لتنطلق على الصدارة، لتنطلق بكل إثارة؟ لاحظ الوصول، لاحظ رموز عامر بن سعيد بن عامر الحجري يقدم شعاره، أيضا متعبة وعوض بن علي بن عبد الله البلوشي. الدكتور بزمانه، الدكتور بمكانه، لاحظ سلطانه، لاحظ سلطانه. داود بن سليمان بن سيف التبعي يقدم لنا سلطانه لتنطلق على المركز الثاني. ولكن الدكتور اللي ما سلم، دكتور الأصايل، دكتور الأصايل، إلى منجم السبق السلام، إلى منجم السبق السلام. تسلم يمينك، تسلم يمينك، سلام يا الدكتور، سلام سلام، تحية واحترام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، الوصول من المركز الثاني حيث سلطانة وداود بن سليمان بن سيف التبعي. تسلم يمينك يا ابو محمد. والمركز الثالث حيث وصول الظبي ومحمد بن سعيد بن علي المسعودي. هكذا اذا مشاهدينا، هكذا متابعينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، شاهدتم تنافسات وتحديات شوطنا العاشر اللي وصلت فيه، وصلت متعبة وعوض بن علي بن عبد الله البلوشي، قدمها بتوقيت زمني 7:49 82 جزءا من الثانية، حيث حل وصيفا لتاتينا هناك على المركز الثاني. وصلت سلطانة، داود بن سليمان بن سيف التبعي قدمها بتوقيت زمني 7:50 48 جزءا من الثانية، وثالثا حيث تسلل ووصول اللي وصلت على المركز الثالث. وصلت عندنا هنا على المركز الثالث الظبي ومحمد بن سعيد بن علي المسعودي، قدمها بتوقيت زمني 7:50 68 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.